ما عندي 5 أفلام ثابتين دائما، كل فترة بيتغير، وكل ما أحضر قصص بيتغير، وفي قصص برجع لها، فكل فترة عندي 5 أفلام مفضلين، وهي أكتر إذا بدك من أفلام هي إذا بدك خطوط سينمائية مختلفة من الشرق للغرب إذا بدك يعني. فهلأ كنت عم بستعيد مثلا بيليشيان All Seasons، مخرج أرمني بالستينات، بديع جدا الفيلم. بعتبر عرق البلح المصري لرضوان الكاشف فيلم معلق فيه كتير. هلأ حاليا مثلا كمان نوري، يعني في مخرجين أكثر من كمان من أفلام نوري بلجين سيلان بتركيا، Once Upon a Time in Anatolia عظيم. عباس كيرستامي كلوز اب، كلنا بفترة من الفترات تأثرنا فيه وتمهينا معه إذا بدك، أو هيك عمل علينا وقع كتير حلو. روي أندرسون بسويد Songs from the Second Floor كمان كان له تأثير كتير كبير، أو إذا بدك هيك رغبة بأنه المفاجأة إذا بدك، ما هوش بتتذكر كمان الأفلام أنه كيف عمل وقع عليك المفاجأة تبعتك، وين حضرته وكيف دهشك، هي الدهشة الأولى اللي بعدها بتعملها السينما. وطبعاً قصص كمان من سنتين ثلاثة بمهرجانات بتحضرها بتبقى أسرة فيك، مثل The Painted Bird مثلاً. فإذا بدك ما في صاروا 5 أو 6 يعني هو هني.